ارحب وترحيب تنبب الثرى حصريه عند مشعلاته راحب الحفل منشوره جده محمد لا جات المعضله طرقيه راعي الشورى هليا من قله واهل الشورى شاعر كاتم صداق قدراته الشعريه لين يجهرها ويفرح بلقى جمهوره ارحب وترحيب تنبن بالدوا حصريه عند بن شعله تراحيب الحفل منشوره هذا اخو حسنه وله جراحه المحميه يوم طيب البعض في ذا الزاويه محصوره نسل ابوها اللي ينوم اسمن هو ابن اخيه جات المعضلة طرقية راعي الشورى هليا من قلوة وهي الشورى هالقصايد تفخر اليا من حضر طارية والبلاوي تخضع اليا من تقدم دورة والاخ امني رفاهد يا قل منهم زيا لحتم المقام خلى المعصرة ميسورة من ناس الروس تحاوطهم سطر وحمية والفعايل والمراجل عندهم مخبورة يومها بالسيف ابو حدين والشبرية ترجع الروس الكبار بكبرها مكسورة من سلايل لابت انت قربها معادية لابت الدعجان بأهل المرجلة معمورة ايه هم حمالات البيرق لا جات الهيا عبس تاريخ وعند المعركة مذكورة شاعر كاتم صداق قدراته الشعرية لين يجهرها ويفرح بلقى جمهوره ارحب وترحيب تنبن بالدوا حصرية عند بن شعله تراحيب الحفل منشوره هذا اخو حسنه وله جراحه المحمية يوم طيب البعض في ذا الزاوية محصوره نسل ابوها اللي ينوم اسمن هو ابن اخيه جات المعضلة طرقية راعي الشورى هليا من قلبه وهي هالقصايد تفخر اليا من حضر طارية والبلاوي تخضع اليا من تقدم دورة والاخ امني رفاهد يا قل منهم زيا لحتم المقام خلى المعصرة ميسورة من ناس الروس تحاوطهم سطر وحمية جعلوهم في جنة الناس ما ترجع الروس الكبار بكبرها مكسورة من سلايل لابت انت قربها معادية لابت الدعجان بأهل المرجلة معمورة ايه هم حمالات البيرق لا جات الهيا عبس تاريخ وعند المعركة مذكورة فالختام ابشر بجزل الوزن والقافية وابشر بفزعة شجاع الرايد مشهورة الجارية عصب الطبع مواليد ملكة تخرج